المرة اللي فاتت يا جماعة اتكلمنا على ايه؟ على ان احنا بنحط دايمنشنز على حاجات اطوال عادية اللي هي في الايزو اللي تحت المية. مثلا لو قلنا عندي خط 25 وحبيت احط عليه دايمنشن، قلنا لينير دايمنشن عشان نقيس المسافة الافقية او الرأسية. اهو بص يا سيدي، بتحس انت كده ان الدايمنشن دي مالها؟ متناسقة. ليه؟ هي الدايمنشن المرة اللي فاتت قلنا هي عبارة عن تكست ولاين واكستنشنز، تكست وخط تحتها اللاين والتو اكستنشن لاينز اللي هم الحدود دول. قال لك الحاجات دي لازم تكون مظهرها متناسق من حيث شكل الاسهم، حجم الاسهم، حجم الكلام، ارتفاعات، حاجات كتيره جدا جدا بتتظبط كلها في حاجه اسمها دايمنشن ايه؟ ستايل. دايمنشن ستايل، ماشي. المهم قبل ما نظبط في الدايمنشن ستايل تعال نتكلم على حاجه. لو مسكنا الاكستنشن لاين دوت اهو، قال لك ده نصين، نص فوق الخط ونص تحت الايه؟ ها؟ تحت الخط. قال لك اللي فوق الخط اسمه اكستند بيوند ديم لاين، اكستند بيوند ديم لاينز. قال لك المسافه البادئه اللي هي ما بين الاكستنشن لاين من هنا ومن هنا دي اسمها ايه يا جماعه؟ اسمها ايه دي؟ دي اسمها ايه؟ لا، اوفست فروم اورجن، البعد عن الاصل. وده المسافه دي لازم تكون معلومه او كبيره بشكل حلو، بحيث انك لما تيجي تلقط خط من هنا لو الاثنين دول قريبين قد تلقطه منين؟ من هنا. طيب لو جينا مسكنا التكست، التكست دي نفسها ليها ارتفاع، اسمه ايه الارتفاع ده؟ تكست هايت. هو انا كنت عندي جراف رسمه للتوضيح للبتاع دي، ارسمه لك على السبوره دلوقتي اذا امكن. بص كده، المسافة اللي ما بين التكست واللاين اسمها offset from dim line، offset from dim line. لو جيت على السهم هلاقي السهم ده ليه بيتظبط بحاجتين. اول حاجة التايب، اول حاجة الايه؟ نوعه، هو معماري ولا ميكانيكا ولا كهرباء ولا ايه. تاني حاجة السايز بتاعه قد ايه. طب الكلام ده هنظبطه ازاي بقى يا عم؟ قال لي كل طول ما انت شغال في الحاجات العاديه الايزو دي ما عندكش مشكله، بس افرض ان انت عندك خط كبير بقى قوي كده، بلان كبير، خط طوله مثلا 4000 بوينت مش عارف كام اهو. تعال نقول له دايمنشن لينير اهو اهو، بس تلاقي هنا ايه الدنيا؟ مش واضحة، صح ولا غلط؟ مش واضحة، بس لو زومت هتبان. طب وهنا الأسهم برضو نفس القصة، لا أنا مش محتاج أزوم، أنا البلان عندي كده، أنا عايز لما أبص على الورقة أشوف الأبعاد في الشكل ده. قال لي بدخل بقى هنا دايمنشن ستايل وأعمل إيه؟ أظبطها. هقول له والله عايز نيو ستايل. النيو ستايل ده تقدر تسميه 1 لـ100، ده بيتوافق مع مقياس الرسم اللي هتطبع بيه وحجم الورقه اللي هتطبع عليها زي ما تشوف دلوقتي في الطباعه ان شاء الله. تعال نتكلم اول حاجه بالنسبه لنا اللاينز. ايه هي اللاينز؟ اللي هي الخطوط دي، صح؟ احنا قلنا تكست ولاين وايه؟ اكستنشن. بالنسبه للالوان مش انت عملتها في اللايرز؟ اختار كله ايه؟ ها؟ باي لاير. ايه بقى البيس لاين سبيسنج دي؟ فاكرها؟ فاكر لما خدنا البيس لاين المره اللي فاتت اللي هو الخطوط اللي فوق بعضها لما بينسب الابعاد لنقطه واحده؟ الارتفاعات دي اسمها بيس لاين سبيسنج. قال لك طب ايه السوبريس دي؟ سوبريس يعني قطع نصف خط البعد الاول. بص اهو، طب قطع نص خط البعد الثاني اهو، برضه شاله اهو، صح ولا لا؟ لو عملت كده يشيل الخط خالص، ماشي. تعالى على الاكستنشن لاينز بقى اللي هم الجناب، اللي على الجناب دول باي لاير كله، مش انت ظبطت حياتك في اللاير اهو يا عم. طيب سوبريس قط، شال الاولاني شال التاني اهو. والله هتوحشوني يا اولاد، سبحان الله. الواد الشيخ اللي جنبك ابو نضاره ده كل ما بشوفه قلبي بينشرح، نفسي اخلف عيل زيه كده. خلاص بص بقى،
extend pay on dim lines يعني ايه؟ ها اللي احنا لسه قايلينها المسافه اللي فوق الخط ده. طبعا نقول له مثلا 100 او 90 يا كبيره قوي ما تخافش ولا يهمك. طب ايه الاوفست فروم اورجن؟ المسافه الاول 30 ماشي يا عم يا ولا يهمك برضو. تعال على الاسهم، شكل السهم اللي انت عايزه ايه يا شباب؟ ها شكل السهم ايه اللي انت عايزه؟ اي حاجة، عمارة، مدني، اللي انت عايز اهو. تقدر تخلي واحد من نوع والتاني من نوع تاني على فكرة، ماشي؟ ده الاولاني وده التاني. طب ايه بقى الارو سايز؟ برضو نخليه 90 مثلا، ماشي يا عم. قال لك ايه بقى هنا السنتر مارك دي؟ قال لك في حالة الدوائر والاقواس ممكن يعمل لك علامة عند المركز، مارك علامة زي زائد صغيرة، لاين يعني ايه؟ اكسات، اكسين، محورين للدايرة او للإليبس او للايه او للارك. ولكن انت عامل الحاجات دي في اللايرز وعاملها صفرة، فلو جه هو هيحط عاملها سوري في الاكسات وعاملها حمرة، فلو جه هو يعملها ايه؟ صفرة. فانا ما فضلش كده يعني، نن احسن ان شاء الله، ماشي. البريك سايز ايه بقى؟ ده البريك سايز ده بقى قال لك البريك سايز ده لو عندك بعد تقاطع مع خط هندسيا ما ينفعش، نعمل كسر في الخط، كسر في البعد، يعني في بعد ماشي وقابل خط عدى عليه تقاطع معاه، اعمل بريك ليه. طب ازاي الكلام ده؟ انا هقول له اوكي على كده، احنا وقفنا اهو ظبطنا لحد الاسهم، هقول له كلوز. تعالى كده، لو انا عندي لينير دايمنشن كده اهوت، حاجه عامله كده، ده اشتغل على اللي احنا لسه عاملينه. بص كده عندي خط اهو، تعال نحط عليه دايمنشن. اهي ماشي الكلام. طب تعال نحط دايمنشن كده او نرسم خط تاني وخلاص كده مثلا. المفروض دلوقتي ده ما ينفعش اعد على ده، قال لك اعمل ايه؟ اكسر ده. طيب يبقى بريك دايمنشن، افتح كده دايمنشن بريك. اوكي بص اهي، كليك على البعد، انتر، سوري، كليك على البعد وبعد كده تكليك على ايه؟ على الخط. اللي بيحصل بيكسر كسر في الدايمنشن دوت. قال لك طيب حجم الكسر ده ايه بقى؟ ده اللي انت لسه شايفه هناك في الدايمنشنز. طب افرض بقى يا باشا ان انت عندك لينير دايمنشن اهي، وعندك الايند دايمنشنز برضو اهي. في حاله الاثنين دايمنشن لما بيتقاطعوا مع بعض، هنا في فرق بقى، اللي هتدوس عليه الاول هو اللي هيتكسر، فهمنا؟ انما لما كان دايمنشن ولاين لازم يكسر في الدايمنشن، لان مفيش امر اسمه كسر لللاين، طبعا في امر اسمه بريك، خلاص. فتعالى كده نقول له دايمنشن بريك، اللي كليك على ده الاول وبعدين ده يتكسر ده. لو عدت له الكلام دوت تاني، قلت له دايمنشن بريك، فين يا اخي دايمنشن بريك اهي، لو كليكيت على ده وبعدين على ده اللي يحصل؟ سهلة شوية ولا صعب؟ طيب تعالى كده نرجع برضو نكمل كلامنا. دايمنشن اهو، اقول له موديفاي، ماشي. التكست الحاجات اللي هعديها يعني ملهاش لازمة اوي، خدناها المرة اللي فاتت. التكست هنتكلم عنها ازاي؟ طيب يا عم تكست كولر كله باي لاير، طب ارتفاعها كام؟ اول ما اظبط دي خلاص بتلاقي كل حاجه اتظبطت ورجعت زي الاول، او خلاص كده وبقت مقريه وحلوه وزي الفل. طب ايه موضوع بقى عايز يحط فريم حوالين الكلام؟ لا. طب ايه التكست بليسمنت دي؟ وضع الكلام عايزه يميني شمالي حازي في النص. اوفست فروم ديم لاين هي المسافة اللي فوق الخط او اللي بين الكلام والخط اهو. الفت، فت يعني ايه؟
بحيث ان لو الـ الاسهم والكلام ما ينفعش يجوا بين الخطين دول، يطلع مين ويدخل مين، يحرص على مين دايما بين التو اكستنشن لاينز، انا بقول له بيست فيت وريح نفسي. بالنسبه لليونتس، هتحب تحط الابعاد بتاعتك ساينتفك علميا ولا ديسيمال ولا ها؟ شايف شكل الابعاد بيتغير ازاي؟ وربع ونص والكلام ده نشتغل ديسيمال. طيب كم صفر بعد العلامه؟ واحد ولا اتنين؟ على حسب برضو. طب شكل العلامه ايه؟ بيريود ولا كوما ولا سبيس؟ بيريود، نقطه، دوت. ايه البرفكسز دي؟ دي الحاجات اللي بتسبق البعد، زي كلمه هاي. هاي دي لما احطها كده بقى قبل كل بعد ايه؟ هاي. طب ايه بقى السافكس؟ سنتيمتر مثلا. يبقى بعد كل بعد هيحط ايه؟ ها؟ سنتيمتر. طب كلام جميل جدا، بس خد بالك بقى ان حط لك كمان بعد الزاويه سنتيمتر، ما هوش دعوه، بعد كل رقم هيحط ايه؟ سنتيمتر. طب انت تعرف ايه علاجها؟ ها؟ علاجها هنا، احط هنا عادي جدا، خد بالك، سنتيمتر، بس اجي هنا اعمل كابي من ده، يعني نيو واحد من ده، واجي الغي السنتيمتر دي، ماشي. طب وبعد كده قال لي الحاجات اللي فيها اقواس خدها من على الستايل ده، انقلها على الستايل ده بالام اي انتر. فهمت القصه؟ يبقى ده شبهه بالظبط وقده بالظبط، بس ما فيهوش سنتيمتر، ماشي. هنا بقى سؤال جميل، ايه موضوع السكيل فاكتور ده؟ صلى على النبي. لو انت جيت رسمت مستطيل بتاعنا اللي هو 90 في 50، ماشي الكلام، وبعد ما رسمته جيت صغرته النص، يا ترى الارقام اللي عليه تصغر ولا ما تصغرش؟ الابعاد تصغر. ليه؟ لانها اسوشيتيف ويز ذم، يعني هو يعني الابعاد مرتبطه بالعناصر بتاعته، ماشي الكلام. انا صحيح عايزه يصغر النص، ولكن عايز اللي عليه يفضل 90 50، صح الكلام. طب اعمل ايه؟ قال لي لما يكون السكيل ده واحد يبقى هيديني الابعاد اللي انا استاهل لاوتوكاد اسهل. قال لي طب انا صغرت النص، يبقى المفروض الحاجات دي هتصغر، اضرب هنا في 2 النسبه العكسيه، يبقى هيصغر النص بس اللي عليه هيفضل ايه؟ زي ما هو. طب جيت ضربته في 10، يبقى اعمل هنا ايه في السكيل فاكتور؟ 0.1 اللي هي 1 على 10، يعني لو ضربت في 10 اقسم على 10، قسمت على 10 اضرب في 10، ماشي الكلام؟ طيب بنستفيد من كده في ايه؟ في ناس بتطبع من الموديل سبيس، طباعة العاديه عنده ديتيله، حاجه عايز يكبرها، فعايز يبين اللي عليها، فراح ضربها في نفسها 10 مرات، زي البلان اللي خدناه ده اللي كان فيه حته فوق في الراوند دي، الحته الضيقه الزاويه دي، فاكرينه؟ البلان اللي خدناه، ماشي ولا ايه؟ ها؟ طيب اوريها لكم، دي واحده. بص كده، فين ال فين 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 مثلا حاجة زي البلان ده اهو. بص كده، حتة زي دي، بصوا يا جماعة، شايف الحتة دي ضيقة ازاي؟ يعني انت مستحيل تشوف الارقام اللي عليها والبلان مطبوع على الورقة بالمنظر ده، مستحيل، صح ولا غلط؟ فانا بعمل ايه؟ عايز اكبر الحتة دي واطلعها زي بالظبط مكان في اللي اوت بتاعتها احنا عاملينها، مطلعينها بالمنظر ده. ايه الحكايه بقى يا عم؟
ايه الحكايه؟ قال انا رحت جاي هنا ضارب دي في كام؟ في 10 مثلا، رحت قاسم على 10 عشان الارقام اللي عليها تفضل زي ما هي، واخد بالك؟ يعني احنا لو بصينا كده عشان الدنيا تبان، بص كده الارقام دي هتتغير، ما هي مستحيل دي 10 و5 و10 و5. لو انت جيت ضربتها، لو انت جيت ضربتها في 10 ما كل حاجه باظت، صح؟ اقول له لا ما باظتش ولا حاجه، هي كبرت اهي، ولكن دي كام؟ وساعتها اقول له ان السكيل اللي كبر بيه ده كذا، فاهم ازاي؟ طيب نرجع تاني نتكلم. بص بقى يا سيدي، فانا هخلي السكيل فاكتور ده واحد، السكيل فاكتور ده واحد. تعالى على الالترنيت يونت، الوحدات البديله، قال لك ممكن تحط وحدتين قدام بعض، وحده ووحده تانية، وحده ووحده تانية. يعني ايه؟ يعني ممكن انا اشتغل ديسيمال، نعم اشغل ديسيمال، ممكن اشتغل ديسيمال واحط جنبها بين قوسين وحده من نوع تاني، فراكشنال او اي حاجه. طب التولرنس، حد هنا ميكانيكا؟ طيب التولرنس اللي هي التجاوزات والسماحيات، صح ولا ايه؟ طيب لما اجي نان يعني من غير فيتس وتولرنس، سيمتريك يعني مقدار الزياده او النقصان ايه؟ قيمه ثابته. طيب كام هي؟ مثلا 0.5. سهل يا جماعه، يبقى زائد او ناقص 0.5. قال لك طيب افرض كان حاجه اسمها هنا ديفيجن، ديفيجن يعني الزياده، الابر في ابر وفي لور، يعني 0.8 مثلا و 0.5. ممكن احط التكست فين؟ في الميدل اهي. سهلة؟ سهلة يا شباب؟ طيب. وممكن اقول له ليميتس، ليميتس بيعمل ايه؟ ابر ولور، يعني سقف وارض. ولكن انت بتلعب في الحتتين دول، انا هقبل منك اي برودكت بحد اقصى كذا وبحد اقصى كذا. انت عارف في الفيتس والتورنس دي برضو اللي مش بتوع ميكانيكا؟ انت دلوقتي عملنا قلم زي قلم السبوره دوت، قلم السبوره ده ليه غطا وقلم، صح؟ بارتين بيركبوا في بعض، المهم ده ليه قطر وده ليه قطر عشان يركبوا في بعض، عمليات التصنيع غالبا بتكون مش دقيقه، فاحنا بنقول في ليميت هنقبل بيها قطر القلم، وفي ليميت تاني هنقبل بيه قطر الغطا، بحيث الاثنين يبقوا فيتد مع بعض. سهله؟ هي دي الفيتس والتولرنس. طبعا مش عايزين فيتس وتولرنس، بنقول له بعد كده اوكي، ونقول له سيت كارنت، خليه هو الايه؟ الحالي. بص يا عم، تعال بقى نحط دايمنشن، انا اسف عشان اوريك الفرق، دي الدايمنشن اللي عملناها الاول. تعال نحط بقى دايمنشن تاني هنا، لينير اهي. بص بقى الفرق، شفت دي واضحه ازاي وحلوه؟ طبعا مش سهله انها تيجي كده معاك من اول مره، انت بتقعد تجرب مره واثنين وثلاثه لحد ما توصل لاحسن شكل للدايمنشن اللي انت عايزه. بص يا سيدي، دايمنشن زي ده، زي ده انا عامله، عايز انقله على ده، ام اي انتر عادي جدا، اختار دوت واختار ده اهو، ياخد نفس مواصفاته. سهل الكلام ولا صعب؟ ماشي. بص يا سيدي، حاجه كمان جميله جدا، انت حرامي ماشي، متفقين؟ عايز تضرب الحته دي، الحته دي كام يا عم؟ 4521.22. دبل كليك عليها، خلاص كل اللي كنت انت بتعمله من الدايمنشن ستايل موجود هنا، اللاينز والتكست والفيت واليونت كله. ادخل على التكست، ادي يا عم التكست اهي، انزل خالص، طبعا كل ده اللي انت كنت بتظبطه من جوه، حاجه اسمها الميجرد اللي هي اسها هو اوتوكاد، ودي الاوفر رايت اللي هو عمل لها ايه؟ اللي هيسرقها. انا عايزها تكون 4500 بالظبط. بص بقيت ايه؟ 4 ايه؟ 500. مع انك لو جيت تقيسها تطلع 4521. على فكره نقدر نضحك عليه برضو ونخليه يعمل ايه؟ نخليه يقيس بالغلط عشان يطلع اللي انا عايزه. يعني لو بتعامل مع راجل صايع يعني او حد منحرف ابقى لعبه، فاهم ازاي؟ يلا الحمد لله. طبعا مستواك الصحي والعلمي لا يسمح ان احنا نخوض في الحاجات دي. قشطه. ها؟ سهله الحته دي يا جماعه بتاع الدايمنشن ستايل ولا ايه؟ طيب نعم
امسحه اريس. واحد بيسأل لو في تهشير وعايزين نمسحه اريس.